لو دخلنا إلى يعني المنطقة في لبنان تحديدا، أريد أن أسأل هنا علاقتكم بحزب الله اللبناني. حزب صديق وحزب مقاوم، ولنا علاقة معه فعالة وجيدة ولطيفة. وهل تؤيدون مثلا ما يقوم به يعني على الصعيد الإقليمي في سوريا، مواقفه في اليمن، أم تفضلون أن يبقى هذا الدور منحصرا في الشق اللبناني؟ يعني هل هذا ينطبق أيضا على كل الواقع اللبناني والسوري، وهو موضع خلاف يعني لبناني؟ أنا سياستي أن أتعاطف مع الشعوب ولا أتدخل في شؤونها.